بسم الله الرحمن الرحيم، وعلى بركة الله دائما وابدا نستعين. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، نتواصل مع حضراتكم مع تواصل هذه التحديات والانطلاقات. اعلنت منذ لحظات انطلاقة سادس الاشواط الخاصة بفئة الابكار الثنايا من مسافة 8 كيلو مترات الحاضرة معنا في صباح هذا اليوم، وعلى أرضية ميدان الوثبة لسباقات الهجن العربية الأصيلة عاصمة ميادين السباق، وفي ختام الوثبة 2023 وهذه الانطلاقات الخاصة بشعارات أصحاب السمو الشيوخ يحفظهم الله ويرعاهم من كل سوء ومكروه التي تزين أرضية هذا الميدان. القيادة والصدارة والمركز الأول مع الشرود من هجن الرياسة يقودها في عملية التضمير والمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري متصدرا لهذا المشهد ولهذا الانطلاق. المركز الثاني الهجة القادمة أيضا بشعار هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون آل مهيري من يقدم لنا انطلاقة الشرود والهدة على المركزين الأول والثاني، بينما المركز الثالث القادمة هنالك همايل من هجن الشحانية يقودها في عملية التضمير والمتابعة جار الله بن محمد بن عقيل القادم على مستوى المركز الثالث. المركز الرابع هوايل من هجن الرياسة بقيادة المضمر حارب بن مغير بن سالم العميمي من يحتل المركز الرابع. والمركز الخامس المركز الخامس النصيبة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان بقيادة المضمر محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري من يتابعها في عملية التضمير والمتابعة. المركز السادس الشاهنية من هجن العاصفة وغياث الهلالي من يتابع انطلاقة الشاهنية، ومن الجانب الأيمن الحضور مع شعار هجن الرياس القادم بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي من يقدم لنا عفريت على المركز السابع. المركز الثامن ربوع القادمة من هجن الشحانية بقيادة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية القادم بهذا الأداء المميز، نقلتنا القادمة إلى المركز التاسع لنتابع هنالك الشاهنية من مؤسسة هجن العاصفة بمتابعة المضمر غياث الهلالي. والمركز العاشر نختم به النداء القادمة مدلولة من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية من يتابع انطلاقة مدلولة من تحضر على مستوى المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشرة المراكز الأولى في ندائنا الأول لهذه الأسماء ولهذه الشعارات المميزة. نعود بحضراتكم إلى مقدمة هذا الشوط، إلى الانطلاق الأول، إلى التحديات الأولى، الشروط على الصدارة، على المقدمة، على التحديات الأولى من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يقدم لنا الشرود اللي تحتل المركز الأول. المركز الثاني الهدة أيضا قادمة بشعار هجن الرياسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري يتواجد بسعيد في صدارة هذا الشوط على المركزين الأول والثاني من خلال انطلاقة الهدة والشرود. الشرود والهدة المسيطرات على المركز الأول والمركز الثاني. المركز الثالث الشاهنية القادمة من هجن العاصفة غياث الهلالي من يتابع انطلاقة الشاهنية لتحتل المركز الثالث. المركز الرابع القادمة همايل من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل القادم على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس ربوع هي القادمة من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية يتقدم الآن. المركز السادس وصلت هوايل من هجن الرياسة حارب بن مغير بن سالم العميمي من يقدم لنا انطلاقة هوايل الحاضرة بهذا الأداء المميز. أيضا الوصول هنالك مع شعار هجن الرياسة
من يقدم لنا عفريت بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا العفريت وأيضا القادمة والمنطلقة النصيبة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايد الهيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في عملية التضمير والمتابعة. نتابع بدورنا هنالك القدوم على مستوى المركز التاسع مشاهدينا متابعينا الكرام، الوصول مع شعار هجن العاصفة يقدم لنا الشاهنية غياث الهلالي القادم بهذا الأداء المميز، والمركز العاشر هنالك مدلولة من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية القادم على المركز العاشر. هكذا هي النتيجة للعشر المراكز الأولى في ردائنا الثاني لهذه الأسماء ولهذه الشعارات العودة للمقدمة، العودة إلى الصدارة. وصلنا إلى جسر العبور، جسر التحديات وجسر الانطلاقات المميزة، بوابة الثلاثة كيلومترات ترحب بهذه الأسماء وترحب بانطلاقة الشرود والهدة، الهدة والشرود على المركزين الأول والثاني من مؤسسة هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من يسيطر على صدارة وتحديات هذا الشوط منذ البداية وحتى هذه اللحظات من خلال انطلاقة الشرود وانطلاقة الهدة. القدوم والانطلاق، وصل شعار هجن الشحانية، بدأ يتقدم مع همايل من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل في عملية التضمير والمتابعة. برنس من يتابع انطلاقة همايل تحضر على المركز الثالث، ايضا نتابع التسلل والانطلاق، هوايل من تسللت الى المركز الثاني من هجن الرياسة، حارب بن مغير بن سالم العميمي من يقدم لنا هوايل القادمة بهذا الأداء المميز، والمركز الرابع تتواجد الهدة من هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وأيضا القادمة العفريت من هجن الرياسة بمتابعة الظافر علي بن جميل الوهيبي، والقادمة ربوع من هجن الشحانية محمد بن خالد بن عبد الله العطية هو القادم في هذه اللحظات. الوصول مع الشاهنية من هجن العاصفة غياث الهلالي في عملية التضمير والمتابعة. وصلنا لوحة الاثنين كيلومتر، ما تبقى عن خط النهاية عن الناموس وعن الفوز والانتصار. لنتابع هذه التحديات ما بين هذه الشعارات الكبيرة والشعارات العملاقة في عالم سباقات الهجن العربية الأصيلة القادمة النصيبة لسمو الشيخ هزاع بن سلطان بن زايدان هيان محمد بن عبد الله بن ياعد الحميري في عملية تضمير النصيبة، والقادمة الشاهنية من هجن العاصفة غياث الهلالي. وصل المجازف، بدأ يتقدم المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من خلال انطلاقة بواسل وعالية عالية وبواسل القادمات بكل قوة بشعار هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، ولكن العودة إلى المقدمة إلى الصدارة إلى الانطلاق الأول مع المنعطف الأخير. الانطلاق مع شعار هجن الرياسة، انطلقت الشرود، الشرود على المركز الأول، الشرود على الصدارة. القادمة همايل من هجن الشحانية البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا انطلاقة همايل. همايل تنطلق بهذا الأداء لهنا لتستفتح الكيلومتر الأخير، الكيلومتر الخطير، كيلو التحديات. وهنا شعار هجن الشحانية يقدم همايل البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت يتواجد في قمة التحديات الأولى لينطلق بهذا الأداء الكبير. الشروط قادمة على المركز الثاني من هجن الرياسة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وهواي القادمة من هجن الرياسة بقيادة حارب بن مغير بن سالم العميمي، وهنالك ايضا شعار هجن الشحانية من يقدم ربوع بقيادة المضمر محمد بن خالد بن عبد الله العطية، ولكن العودة للمقدمة
العودة إلى همايل من هجن الشحانية. جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من يقدم لنا همايل همايل همايل، بدأت تقترب من الناموس ومن الفوز والانتصار بشعار هجن الشحانية على المركز الأول، يقودها البرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل من قدم لنا انطلاقة همايل بشعار هجن الشحانية. تهانينا تهانينا والناموس لهجن الشحانية على فوز همايل بالمركز الأول، والتهاني والناموس للمضمر جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل على هذا الفوز والانتصار. ثانيا الشرود من هجن الرياسة، وثالثا هوايل من هجن الرياسة، والمركز الرابع وصلت هنالك ربوع من هجن الشحانية، والمركز الخامس كان الوصول مع شعار هجن الرياسة. هكذا مشاهدينا ومتابعينا الكرام هي النتيجة للخمسة المراكز الأولى في مسار هذا الشوط. تهانينا والناموس لهجن الشحانية وللبرنس جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت على فوز همايل بالمركز الأول. لنتابع الإعادة ولحظات الفوز والانتصار ولحظات التوقيت الزمني هنا انطلاقة همايل من هجن الشحانية جار الله بن محمد بن طالب بن عقيل آل نابت من قدمها في عملية التضمير والمتابعة. تهانينا والناموس، والتوقيت الزمني من مسافة 8 كيلو مترات كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية، 12 دقيقة 8 ثواني وثلاثة أجزاء من الثانية. تهانينا والناموس. المركز الثاني حضرت على ثاني المراكز الشروط من هجن الرياسة بمتابعة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، 12 دقيقة 9 ثواني 4 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس. بينما المركز الثالث كان الحضور على ثالث التحديات مع هوايل من هجن الرياسة حارب بن مغير بن سالم العميمي بتوقيت زمن 12 دقيقة 11 ثانية و8 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس.